وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن عسكر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. نرحب بك دكتور في نشرة الثامنة، وبداية هل وضحت لنا الدور الكبير الذي قام به سمو الشيخ ناصر بن حمد في تطوير الرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم هذا اللقاء. ما في شك أن جهود سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تطوير الرياضة البحرينية هي امتداد لرؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه منذ تأسيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في سبعينيات القرن الماضي، وأيضا مواصلة المساعي من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. فصمات سمو الشيخ ناصر الله يحفظه محفورة في تاريخ الرياضة البحرينية، وشكلت على مدى أكثر من 20 عاما طفرة كبيرة نقلت المنتخبات الوطنية لمستوى المنافسات العالمية. أيضا الإنجازات الله يسلمك المتواصلة في العصر الذهبي للرياضة البحرينية تعود لرؤية سموه وتوجيهات أيضا سموه، واللي مثلت خارطة طريق لكافة المؤسسات ضمن المنظومة الرياضة البحرينية. أيضا ارتفاع المستوى الفني والتنافسية والإخلاص للوطن هي القيم اللي زرعها الله يحفظه سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد في كل رياضي بحريني، فهو يمثل الإلهام والقدوة. انعكست أيضا جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لارتقاء الرياضة البحرينية واضحة في البنية التحتية وفي المنشآت وأيضا استضافات الأحداث الدولية والقارية والمهمة في مختلف الرياضات، مما يساهم في جعل البحرين عاصمة للرياضة. وبالنسبة الله يسلمك لرياضة القدرة، طبعا سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد هو الراعي الأول لهذه الرياضة في البحرين، وهو من وضع الأسس اللي أوصلت الفريق الملكي القدرة العالمي للعالمية وتصدر ما شاء الله التصنيف الدولي. على مدى سنوات قاد سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفريق الملكي للقدرة نحو منصات التتويج في مختلف البطولات بفضل دعم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه، ورؤية سموه وإصرار على وضع البحرين في صدارة في الصدارة على مستوى الرياضة العالمية. وأيضا الله يسلمك تحقيق سمو الشيخ ناصر بن حمد اللقب بطولات العالم يأتي تتويج العمل سموه وجهوده في بناء هذه الرياضة، ولله الحمد يعني نحن نتميز بوجود قيادة رياضية. دام سيدي سمو الشيخ ناصر وأيضا سيدي سمو الشيخ خالد هم من يقودون الرياضة، نستطيع أن نقول بأن لله الحمد الرياضة البحرينية في تطور ونمو وازدهار. كل التوفيق لسمو الشيخ ناصر بن حمد ولكم الدكتور عبد الرحمن عسكر رئيس تنفيذي الهيئة العامة للرياضة، شكرا جزيلا لك.